Monseigneur, une famille, Hadrat Ked, Haji Raya, Hadrat Fadi, Hadrat Abdel Mourayed, Abdel Sami Mouchalou, Abdel Antoine, Wajamia, Ashadaïta, Aïwa Ikhwa, Wadakhawat, Al-Ahibba, Al-Hami Kanaïd, Nahana, Al-Azif, Wal-Murifidna, Biha Ridbi, Biha Kitis. اليوم محطة مختلفة بحياتنا المسيحية. مرة واحدة بالسنة نعيش يلي بدنا نعيش. بقية الإقداسات تشبه بعضها شوي. اليوم الصلوات مغيرة مثل ما تأكدتوا لحديقة هلا. معبية اليهود، معبية عقيدة مسيحية. وكلها بنسميها صلوات أساسية مؤسسة. اليوم يوم الثلاثة عم نعيش يلي مفترض كنا نعيشه يوم خميس الأسرار، واسمه معروف خميس الأسرار، لما ربنا يسوع المسيح كرس تلميذه كهنة رسم وركع قدامه مرتين. ركع يسوع Thank you.
الحيل بتجي معها حق ودم. شايفين شو عم بيصير فينا مستقبل، وشايفين شو عم بيصير بأي وقت، ومع هيدا كله مستقرين بإعلان إيماننا وتعلمنا بيسوع. وهذا هو يلي هو علامة قيمتية وعلامة ارتباطنا بالرب. وبنزعل كثير من حدث الفلسفة. هيدا عيشة المسيحية وفخر. ومع هيدا كله بالرغم من كل التهديدات ومن كل المضايقات اللي عم تحصل، بعد في مسيح اجتماعيه عندها علامه بتميزها، اللي بيميز المسيح بيروتنا المبارك المقدس يلي بتجدد كل سنه، واليوم نحن وياكم عم نجدده. اي واحد يتعمد او يرتسم كان او يتسمى او مسحه المرضى، وقبل كان كل الاصرار فيها مسحه بما فيها المعموديه، بما فيها الاعتراف، بما فيها الزواج، كل الأسرار كان يصير فيها مسحة ما. هلا اقتصرت على هالأربعة مع رسالة الكهنة والأسقفين والبطرة وهيك. فإذا رح ناخذ نص دقيقة هيك صمت تا ما بقولكم شو شعورنا نحن، أنا شعوري وترانكم شعور الكهنة إنه نحن من هالزيت يعني يسوع يلي بيموت على جبهتكم عم نتقدم من هالعمل هيدا بكل رهبة، بكل خشوع، بكل ما بدي اقول خوف بس رهبة. الأحسن إنه كتير مهم شيء بدنا نصلي معه.